بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل إن شاء الله اليوم في الشابتر رقم 9 اللي هو الشابتر الاكتيفيتي نتوركس أو بروجكت سكيدجولينج نتورك. وفي المحاضرة الماضية يعني حكينا على الميرج اكتيفيتي، حكينا على البيرست اكتيفيتيز، تمام. واليوم إن شاء الله بس هنشوف هذا الكومبليت اكتيفيتي نتورك للمثال اللي احنا حكينا عليه في المحاضره الماضيه. هذا المثال مثال يعني كامل، فيها نبرر الاكتيفيتيز والاكتيفيتي كلها انا كونكتد تو ايتش اذر. نبدا من اللي هو يعني الاكتيفيتي اي، الاكتيفيتي اي مربوط فيها اللي هو الاكتيفيتي بي والاكتيفيتي سي، كذلك البي مربوط فيها تو اكتيفيتيز، السي كذلك وهكذا. عشان هيك هنا على سبيل المثال اكتيفيتي دي هاي بنسميها ميرج اكتيفيتي. ميرج اكتيفيتي ليش؟ لانه يعني هي متعلقه باللي هو الاكتيفيتي بي والاكتيفيتي سي. عشان يعني تبدا الاكتيفيتي دي لازم تكون الاكتيفيتي بي والاكتيفيتي سي مخلصين، بالتالي بسموها ميرج اكتيفيتي. كذلك الاكتيفيتي اتش نفس الشيء برضه بسموها ميرج اكتيفيتي، لانها برضه متعلقه الثري اكتيفيتيز اللي هو الاي والاف والجي. طبعا اي اكتيفيتي لو كانت متعلقه او الها سكسسور او الها بريديسسورز، نعم بريديسسورز بنسميهم هذول، السكسسورز هم اللي بعد، تمام. البريديسسور هم اللي لها بريديسسور اثنين او اكثر بنسميها ميرج اكتيفيتي، بعكس اللي هو البيرست اكتيفيتي. يعني في مثلا الاي هذه بسموها بيرست اكتيفيتي، ليش؟ لانه في لها سكسسورز هذا اللي هم ايش اللي هم البي والسي، يعني في بعديها اللي هو البي والسي. فعشان تبدا البي او السي لازم تكون الاي اللي هو يعني فينيشد، فبالتالي الاي بسموها بيرست اكتيفيتي. كذلك اللي هو البي يبقى الاي بيرست اكتيفيتي، والبي كذلك بيرست اكتيفيتي لمين؟ لا اي والدي، بي والدي. كذلك السي برضو بيرست اكتيفيتي لمين؟ مين السكسسور تاعونها اللي هو الدي والجي. طبعا اي اكتيفيتي لو لها يعني تو سكسسورز او اكثر بسموها بيرست اكتيفيتي. واي اكتيفيتي بيكون لها يعني تو بريديسسور او اكثر فبسموها ايش؟ بسموها اللي هو ميرج اكتيفيتي. زي الاكتيفيتي دي هنا هي عباره عن ميرج اكتيفيتي لمين؟ للبي والسي، البي والسي، تمام. هذا بس يعني المثال متكامل وضحنا عليه بس مفهوم اللي هو البيرست اكتيفيتي والميرج اكتيفيتيز. الان نيجي ل اللي هو من برضه المواضيع المهمه في هذا الشابتر اللي هو الديوريشن estimation methods، وهذه طرق لتحديد اللي هو المدة الزمنية للactivities اللي هو time estimation. طبعا في أكثر من طريقة، في الexperience بناء على الخبرة، يعني في على بناء على الexpert opinion بناء على اللي هو يعني الناس الخبراء، تمام. وآخر شغل اللي هو بناء على الماثماتيكال derivation أو بسموها beta distribution mathematical derivation. طبعا هاي الاكسبيرينس يعني سهلة، لأنه أنت بدك تفترض فيها أنه الظروف اللي مر فيها البروجكت مثلا بروجكت معين، تمام، هي نفس حتكون في البروجكت اللي احنا حنقدر له يعني الوقت، وبالتالي يعني التقليد يعني حتكون يعني بناء على خبرة سابقة. أنا يعني بدي أعممها على بروجكت جديد، لكن طبعا زي ما حكينا بدنا نفترض انه نفس اللي هو يعني الاوضاع، تمام، نفس الاوضاع ونفس اللي هو الحال اللي هو circumstances. الان الاكسبرت اوبينيون هذا برضو تعتمد على البروجكت مانجر، تمام. يعني في عندك اللي هو بروجكت مانجر يعني لمشروع
قديم، تمام. ويعني هذا البروجكت مانجر بيكون هو اكسبرت الان، صار وعنده بعض المعلومات على اللي هو الاكتيفيتي استيميشن، وعنده معلومات على كيف الاكتيفيتي هذه قديش تاخذ وقت، تمام. وبالتالي بيقدر هو يقدر لنا الان. المهم في هذا الموضوع هو الماثيماتيكال ديريفيشن او البيتا ديستريبيوشن. هذا الماثيماتيكال ديريفيشن يعني هي طريقه رياضيه بسموها اوبجكتيف، تمام، اوبجكتيف يعني ميثود، على اساس يعني ان اللي هو ان نعمل استيميشن تقدير للي هو الوقت. فيها ثلاث نقاط مهمه اللي هو الموست لايكلي، تمام، وفي الموست بيسيمستك او بيسيمستك والموست اوبتيمستك. الان الموست لايكلي هذا يعني على الارجح، نيجي احنا لاي اكتيفيتي ونقول هذا على الارجح او تقريبا بدها اسبوع، تمام، بدها اسبوع على الارجح. موست بيسيمستك، تمام، هذا لما تكون الواحد ايش متشائم، هنقول هذه بتاخذها لاسبوعين. موست اوبتيمستك تفاؤل، تمام، متفائل نقول لا بدها 4 ايام. فبناخذ الاوقات كلها، يعني وقت التشاؤم ووقت اللي هو الافضليه، الاوبتيمستك طبعا وقت الافضليه، تمام، هو يعني ايش التفاؤل، وانا وقت التشاؤم موست بيسيمستك، والموست لايكلي هو الوضع اللي على الارجح يعني الراجح. ناخذهم الثلاثه ومنهم نحسب اللي هو ايش، نحسب اللي هو التايم استيميشن. طبعا هذه الثلاث اوقات اللي بدنا نقدرها لكل اكتيفيتي يكون البروجكت تيم هو ايش، هو اللي حيقدرها. يبقى في عندنا تو اسامبشنز يوز تو كونفيرت ام بي اي وبي انتو تايم استيميت اللي هو تي اي اند فاريانسز اللي هي الاس تربيع. الان الاكتيفيتي ديوريشن اللي هو تي اي، تمام، التايم استيميت ايش حتساوي؟ هناخذ الاي ونجمعها مع 4 في الام ونجمعها مع البي، فبصيروا عندنا قديش 6، يعني اي وبي و4 ام 6 بنقسمهم على 6 زي متوسط حسابي، تمام. بس بكون الثقل لمين المعادله هذه؟ الثقل ل اللي هو الام الموست لايكلي، لكن بنضيف هذول عشان تكون يعني التقدير اكثر واقعي. والاكتيفيتي فاريانس اللي هو البي ناقص الاي على 6 تربيع، هذا اللي هو الفاريانس، تمام. الان هاي المعادله حتكون مهمه جدا في تقدير الوقت لكل اكتيفيتي زي ما حنشوف يعني في الامثله الجايه. الان هذا مثال يعني لتقدير اللي هو الوقت، يعني هذا بسموه توزيع احتمالي لو نورمال ديستريبيوشن، التوزيع الطبيعي، لانه التوزيعات الطبيعيه بشكل عام او اللي هو يعني التوزيعات الاحتماليه، تمام، بشكل عام بتكون اما انها بتكون متناظره بسموها توزيع طبيعي، او بسموها غير متناظره او غير متماثله وبسموها هنا توزيع بيتا بشكل عام. في التوزيع الطبيعي بكون دائما احتمال انه حدث ما ياخذ الوقت الاكثر احتماليه، بكون التركيز كله على الوسط او المتوسط. فلما يكون التركيز على المتوسط بكون هذا بسموه توزيع طبيعي، يعني في نوع من التماثل حول اللي هو محور يعني محور الواي هنا. الان هنا طبعا بكون على اساس انه في عندي انا اللي هو قيم التشاؤم، قيم التفاؤل، فبتلغي بعضها، يعني في زي ما انا في عندي قيمه التشاؤميه في عندي قيمه في المقابل متفائله، فبضل يعني الامر او القيمه المتوسطه هي تقريبا القيمه المتوقعه للنشاط. هذا بس يعني توزيع على اساس انه يعني اللي هو تقدير الاوقات للاكتيفيتيز. يعني التوزيع الثاني، تمام، توزيع بيتا ديستريبيوشن يعني توزيع غير متماثل، لانه انا بعتمد على انه في الواقع بيكون
يعني بيكون في اللي هو المد يعني تقدير المدة، مدة التشاؤم تختلف عن مدة اللي هو التفاؤل، تمام؟ هذا في الواقع الحقيقي. فبالتالي بده يكون في نوع من البايس أو نوع من الانحياز لأحد الرؤيتين، اللي هي الرؤية المتشائمة أو الرؤية المتفائلة حسب الأوضاع. طبعا هذا تعتمد حسب الأوضاع، يعني مثلا في وضع مثلا في كوارث كثيرة، وضع فيه دائما مشاكل وهذا، زي مثلا وضع غزة كويس، بيكون الوضع يعني تقدير التشاؤم بيكون إشماله بيكون يعني أكبر من تقدير التفاؤل مثلا. يعني أنا مثلا الوضع الطبيعي لأي أكتيفيتي مثلا بأخذ أسبوع، فأنا بقول هذه عنا أنا بتاخذ لها أسبوعين، التفاؤل بتاخذ لها 6 أيام. ففي فرق بيكون بين التفاؤل والتشاؤم، يعني التشاؤم بتلاقيه بايس يعني في له انحياز كبير. فلما اجي انا اوزع عدد الاوقات بتكون في انحياز مع اللي هو التفاؤل، مع التشاؤم عفوا. بس في هاي الفكرة من هان يعني. فبدناش يعني احنا نحكي كثير في هذا الموضوع، لانه يعني هو بيعتمد على اللي هو القيم التشاؤم وقيم التفاؤل والتقديرات تبعتهم، يعني مين اللي بتاخذ انحياز، فبنلاقي المنحنى بنحاز معها. طيب الان نيجي للموضوع الاهم، اللي هو كيف نقدر يعني احنا القيم اللي هو الاكتيفيتيز. فرضوا في المثال اللي حكيناه، مثال اللي هو كتب كتابة البحث وبعدين نعمل برزنتيشن للبيبر، هاي تيبل 9.2، هذا التيبل اكتيف ديوريشن استيميت وبروجكت دلتا، وبروجكت دلتا احنا سميناه ديوريشن ار ليستد ان ويكس، يعني هذه الارقام يعني ايش اسابيع. طيب لاحظ الان هان كل اكتيفيتي، يعني اول اكتيفيتي انا كنت لاكت ساينينج، ايش لها؟ لها 3 قيم، اللي هو قيمه اوبتيمستيك هي 3، most likely 4، pessimistic 11، تمام؟ يعني قيمة القيمة اللي هي على الأرجح، عفوا على الأرجح أو القيمة الراجحة 4، الأوبتيمستيك قيمة المثلى 3 أسابيع تقول يعني الأكتيفيتي هاي، لكن التشاؤم 11. فلاحظ أنا حيكون في بايس ناحية اللي هو التشاؤم. فلما نجي نحسب يعني احنا هذه واضحة، بقول لما نجي نحسب المتوسط وهذه نكررها 4 مرات حيكون يعني المتوسط أجا بعد الأربعة، تمام؟ لأنه في انحياز في جهة اللي هو البسيمستيك وهكذا. الحين طبعا حنحسبها بمعادلة وحتكون أمر بسيط. الكويشنير ديزاين نفس القصة، الأكتيفيتي بي الموست لايكلي 5، الأوبتيمستيك 2، البسيمستيك 8 وهكذا. فكل المهم يعني كل أكتيفيتي بده يتقدر إلها 3 قيم، القيمة الراجحة والقيمة المثلى والقيمة المتشائمة، تمام؟ وبناء على هاي القيم اللي احنا حنقدرها لكل اللي هو activity، تمام؟ حينحسب مين؟ حينحسب اللي هو الـ time estimation. time estimation. طيب حسبت انا هنا بس في المعادلة، لا اللي هو طبعا ايش هنستخدم؟ هنستخدم اللي هي المعادلة هاي A زائد 4 M زائد B، تمام؟ 3 زائد 4 في 4 زائد 11 تقسيم 6، هي 3 زائد 4 في 4 زائد 11 تقسيم 6 بيساوي 30 تقسيم 6 بيطلع اللي هو 5. فبتكون هنا الكوست ساينينج 5. لما نمسك الخمسة هذه بتنحط وين؟ تنحط في اللي هو الجدول تبع الديوريشن تايم. خلاص هي هذه القيمة التقديرية الآن، بس مبنية على إيش؟ مبنية على 3 قيم زي ما حكينا. اللي بعديها نفس القصة، 2 زائد 4 في 5 زائد 8، يعني 2 زائد 8 10، و20 4 في 5 30، 30 تقسيم 6 برضو 5 وهكذا. احسب لو باقي الديوريشنز بنفس الآلية، بنفس اللي هو الآلية، تمام؟ بنكون حسبنا ايش اللي هو التايم استيميت،
او التي اي للاكتيفيتيز كلياتهم. طيب الان نيجي ل اللي هو constructing the critical path. critical path the critical path هنا في عندنا هو forward pass and additive move through the network from start to finish. يعني forward pass هذا بنبدا من بدايه اللي هو النتورك تمام ونبدا ايش نجمع لنهايه اللي هو النتورك اللي عندنا تبع طبعا المشروع. الباكورد العكس سبتراكتيف موف ثرو ذا نتورك فروم فينيش تو ستارت، نبدا نطرح من اللي هو الاخر زي ما يعني حنشوف كمان شوي. الكريتيكال باث الان ذا لونجست باث فروم اند تو اند ويش ديترماينز ذا شورتست بروجكت لينك. تمام يبقى الكريتيكال باث هو اطول باث من نهايه لنهايه، هو بيحسب اللي هو الشورتست بروجكت لينك. هو في الديجرام هو اللونجست باث، وبالنسبه للمشروع هو يعني اقصر طريق او اقصر مده ممكن المشروع يتم انجازها، يعني يتم انجاز المشروع فيه اكثر، يعني اكثر مده ممكن يتم الانجاز المشروع فيها. تمام يعني بدي انا اتوقع انه هذا اكثر مده انه ممكن يزيد الامر عن اللي هو هذا الكريتيكال باث. طبعا بشكل عام الكريتيكال باث اكتيفيتيز ار ايدنتيفايد از هافينج زيرو فلوت ان ذا بروجكت، يعني فيش تعويم تمام، فيش يعني مجال للتأخير، أي تأخير في الكريتيكال باث ولو يعني يوم واحد أو أسبوع يصير تأخير على تسليم المشروع. طبعا الكريتيكال باث اختصاره CBM CBM. تمام تعال نشوف الآن في المثال ونشوف كيف هنحدد الكريتيكال باث. طبعا هنا هنحسب كل الباث الموجودين من البداية حتى النهاية. فأول باث A B E H ومنجمع هاي الخمسة وخمسة وستة واثنين اللي هو 18 weeks. الباث الثاني A B D تمام F H وبرضه منش نحسبهم 5 و5 و13 و4 و2 29. الباث 3 A C D F H اجمع 5 و6 11 13 24 28 30 30 ويكس. الباث الاخير اللي هو A C G H هو 22 ويكس. طبعا الكريتيكال باث عندنا اللي هو 30 ويكس تمام، هذا 30 ويكس هي اقل مده ممكن المشروع ايش يخلص فيها، يعني اقل من هيك لا يمكن المشروع يخلص في اقل من 30 اسبوع طبعا بناء على الحسابات اللي هو يعني حسابات الشبكة. تمام فهذا اللي هو يعني حساب الكريتيكال باث. شوف الآن نكمل. طبعا بشكل عام هنا بس في نقطة ممكن تكون مهمة الآن اللي هو الموضوع الفورورد باس والفورورد باس التمرير الأمامي والتمرير اللي هو الخلفي اللي حنشوفه كمان شوي يعني برضو على اللي هو المثال.
الآن هنا تمام هاي ال activity network with forward pass الآن تمام اللي هو التمرير الأمامي. الآن بدنا نضيف معلومات بناء على التمرير الأمامي عشان نحدد اللي هو أقرب وقت ممكن يبدأ عنده كل نشاط وطبعا وإكماله يعني. طبعا كل خطوة بتعتمد على المعلومات الموجودة على العقد اللي قبلها لأنه تمرير أمامي يعني أنا عشان أروح للعقد هاي بحتاج المعلومات اللي موجودين هنا تمام. فمثلا هنا وين الإيرلي فينيش؟ الإيرلي فينيش اللي هو الخمسة يعني هو إيرلي ستارت ببدأ من زيرو إيرلي فينيش خمسة. مدام إيرلي فينيش خمسة هنا تمام فبيكون الإيرلي ستارت في يعني في التمرير الأمامي في النودز اللي بعديه بيكون خمسة تمام. دائما الإيرلي فينيش خمسة بيكون الإيرلي ستارت خمسة في اللي هو الآن الإيرلي ستارت زائد الديوريشن يعني خمسة زائد خمسة بيعطيني العشرة اللي هو إيش الإيرلي فينيش تمام. يبقى الوقت البدء المبكر خمسة نجمع له الديوريشن هذا الديوريشن طبعا وبصير عشرة. فبصير العشرة هو إيش هو هنا الإيرلي فينيش بصير الإيرلي فينيش للعقدة هاي تمام. الآن طبعا هنا نفس القصة برضو هاي الإيرلي فينيش خمسة فبيكون الإيرلي ستارت هنا خمسة تمام. والخمسة زائد ستة 11 فبيكون الإيرلي فينيش الإيرلي ستارت خمسة الإيرلي فينيش 11 تمام. الآن في هذه الحالة طبعا هنأخذ واحدة من التنتين عشان تكون إيرلي ستارت لا اللي هو الدي تمام. طبعا في العادة بنأخذ إيش اللي هو يعني القيمة الأكبر القيمة الأكبر لأنه إحنا حنأخذ يا إما خمسة وخمسة اللي هو العشرة أو حنأخذ خمسة وستة اللي هو الأحداش. فعشان هيك أنا حنأخذ اللي هو العشرة الأحداش عفوا حنأخذ اللي هو الأحداش وهكذا. طبعا هنا الأحداش زائد 13 24. طيب 24 هذه حتكون هي مين هي الإيرلي ستارت هنا وهكذا لما نسأل فهيك بيكون احنا حددنا بالفورد وبالفورورد باس تمام. حددنا اللي هو الايرلي ستارت والايرلي فينيش لكل اللي هو لكل نود تمام. ولو اتبعتها هتلاقي الامر يعني مش صعب وحتلاقيه بسيط بس يعني الموضوع انه احنا لما نيجي يكون في عندي هنا ميرج اكتيفيتي هناخذ اللي هو الايرلي فينيش الاعلى لان للمين لل يعني للمعتمد عليها. طيب الان نيجي للي هو الاكتيفيتي نتورك وذ باكورد باس اللي هو التمرير الخلفي. الان الفرق بين التمرير الخلفي اللي هو الباكورد باس والفورورد باس التمرير الامامي تمام انه احنا في التمرير الخلفي بنبدا من العقده النهائيه العقده النهائيه والهدف هنا من التمرير الخلفي انه احنا نحدد البدايه المتاخره والنهايه المتاخره اللي هي الليت فينيش والليت ستارت او الليت ستارت والليت فينيش. الليت ستارت هي البداية المتأخرة والليت فينيش هي النهاية
المتأخرة. تمام. الآن هذا الشكل حيبين لنا بشكل عام كيف إحنا حنبدأ بالتمرير الخلفي من عقدة النهائية اللي هي عقدة النشاط رقم H من هنا من النهاية. تمام. الآن أول شغلة الليت فينيش تمام للمشروع اللي هي في العقدة النهائية هذه هي قيمة اللي هو الإنهاء المبكر اللي هي الإيرلي فينيش. يعني هاي القيمة مباشرة بنأخذها من الإيرلي فينيش. تمام. طبعا هذه ممكن كنا حاسبينها نكون كانت محسوبة من اللي هو الفورورد باس آخر قيمة وصلنا لها. تمام. اللي هي قيمة المسار الحرج 30. فبنأخذها ببساطة ونحطها وين؟ نحطها في هذا المكان. تمام. يبقى هذه أول قيمة، قيمة الليت فينيش. الليت فينيش. تمام. الآن ثلاثين طبعا أسبوع هاي. تمام. ثلاثين أسبوع هاي. تمام. الآن عاد اللي هو القيمة هذه الليت ستارت أو ال اس. تمام. هنا بدنا نعتمد اللي هو قضية الطرح في الفورورد باس كانت اللي هو الجمع. هنا الطرح ايش بدنا نطرح؟ بدنا نطرح الليت يعني بدنا نطرح اللي هو الليت فينيش. تمام. هذه القيمة ناقص الاثنين بصير عندي هنا الليست ستارت اللي هذه القيمة يعني اللي هنا هذه طبعا اللي هو ال اس. ايش حتساوي ال اس؟ حتساوي اللي هو القيمة اللي هنا ال اف ليت فينيش ناقص اللي هو الديوريشن. ناقص الديوريشن. ايش هو الديوريشن؟ الديوريشن طبعا هو المدة للاثنين هنا فبصير كانه 30 ناقص 2 ايش بيطلع؟ 28 وهي مكتوبة هنا 30 ناقص 2 بيطلع 28. يبقى بدنا نعتمد احنا على ايش هنا؟ على اللي هو الطرح. ايش بنطرح؟ نطرح الديوريشن. نطرح من مين؟ من الليت فينش عشان يطلع عندي الليت ستارت 28. الان هيك حسبنا للعقدة اللي هو النهائية. يبقى 30 بناخذها من الايرلي فينش بعدين بنطرح الاثنين بيطلع عندي ايش؟ ال اس. طيب الان العقد اللي قبلها اللي هي العقدة هاي والعقدة هذه والعقدة هاي تمام الليت فينش لهم اللي هدول الثلاث قيم هم نفسهم اللي هو الليت ستارت اللي هان. يعني بنجيب ال 28 ببساطة اللي هان هاي بنحطها هنا وهنا وهنا بدها تكون. تمام. فهي اللي هو النقطة. طيب بنفس الآلية الآن لو بدنا نحسب اللي هو الليت ستارت يعني نحسب هذه ونحسب الليت ستارت اللي هنا ونحسب الليت ستارت اللي هان من هاي الليت ستارت تمام. الليت ستارت كيف نحسبهم؟ بالطرح بنفس المعادلة هذه. يعني الليت ستارت هاي بيساوي 28 ناقص 6 22 وهذه 28 ناقص 4 هيها 24 وهنا نفس الشيء 28 ناقص 9 برضو اللي هو 19. تمام. فإحنا هيك بنكون حسبنا اللي هو حسبنا اللي هو الليت ستارت. تمام. الليت ستارت. تمام. الآن لو بدنا نكمل برضو بنفس الآلية مرور للخلف جي من هنا طبعا وين المسار الحرج تبعا؟ هاي المسار الحرج. المسار الحرج طبعا مهم لأنه هو اللي هو اللي ببين اللي هو اللي كان ماخذ أكبر قيمة اللي كان ماخذ 30 ها اللي هو هذا اللي هو A C D بعدين F بعدين ال H. هذا المسار الحرج طبعا مهم للي هو الشغل تبعا هاي حدد هنا. تمام. لو هذا
وهاد 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 في المسار الحرج مباشر. هاي مسار الحرج بال 24 هذه اللي هنا last start هتجيني هنا تمام مباشرة يعني هاي القيمة هذه. الآن هاي هذا برضو مسار حرج بال 11 اللي هان هاي بتيجي وين؟ بتيجي هان. وهنا الخمسة هتيجي هان نفس القصة. هاي ال 11 برضو وين راحت كمان؟ راحت هنا لأنه هذا مسار اللي هو مسار حرج. فبناخذ الشين 19 اللي هنا نجيبها هان. لا الشغل كله على المسار، عشان هيك المسار الحرج لازم يكون حدينه من اول. لما اعمل اللي هو الفورورد، لما اعمل الباكورد تمام بيكون يعني الامر بالنسبه لنا اللي هو اسهل في حساب يعني اللاست ستارت. اللاست ستارت تمام، وبنضل يعني نفس اللاست ستارت بتساوي اللاست فينش ناقص الديوريشن. لما اللي هو بنحسب كل يعني المعلومات للاكتيفيتيز. هنا طبعا صار عندي اللي هو يعني النتورك اكتيفيتي ومعها اللي هو الكريتيكال باث. هاي الكريتيكال باث تمام، هي واضح هنا حلو مع كل المعلومات على اللي هو الشبكه. طبعا هنا في اللي هو شغلة مهمة اللي هي القيمة اللي هان هاي سلاك سموها أو سليك. القيمة هاي هي التوتال فلوت تمام، والباث فلوت. والفلوت هذا هو الديفرنس بين مين الفلوت بين الليت ستارت ديت والايرلي ستارت. الليت ستارت والايرلي ستارت يعني القيمه اللي هنا هو 6 مثلا هنا ناقص 5 هذه هي الايرلي ستارت او اللاست ستارت. لو لاست ستارت الفلوت يساوي لاست ستارت ناقص ايرلي ستارت. 6 ناقص 5 22 ناقص 10 28 ناقص 28 24 ناقص 24. طبعا في الكريتيكال باث فيش فلوت، قلنا دائما الفلوت شماله زيرو. لاحظ الكريتيكال باث هنا 19 ناقص 11 8 تمام، 22 ناقص 10 12 هذا بسموه اللي هو الفلوت. الفلوت هذا اللي بيسمح يعني في فليكسبيليتي في وقت البداية، تمام وقت البداية يعني وقت البداية لو تأخر مش هيأخر عليها. طبعا هذا الكلام موجود فقط في الباث اللي نط كريتيكال. الهم كيف هنحسب الفلوت؟ الفلوت هو اللاست ستارت ناقص الايرلي ستارت يعني القيمة اللي تحت هذه ناقص اللي فوقيها بيطلع اللي هو الفلوت تايم. هذه برضو النقطة يعني ممكن تكون مهمة. تمام، الآن نوقف هنا والمحاضرة الجاية إن شاء الله يعني بنحكي عن اللي هو الـ AON Network with Laddering Effect. يعطيكم العافية.